هذا الفيلم نقل حقيقي عن معاناة الناس اللي هم أهلنا في مخيمات لبنان، وخاصة أيضا أهلنا اللي نزحوا أو هجروا من مخيمات سوريا إلى لبنان، اللي زادوا معاناة الناس على معاناتهم. بنقل واقع الحياة في المخيمات، كيف الناس بيعيشوا، شو احتياجاتهم بالجوانب الصحية، بالجوانب التعليمية، بالجوانب الاجتماعية، لأن هناك معاناة حقيقية. هناك أكثر من 50 مهني بيقدرش الفلسطيني يشتغل بلبنان، بالإضافة طبعا للواقع السياسي اللي بيمنع الفلسطيني من التحرك في أي مجال. رسالتنا من الفيلم حنقول للعالم أول لشعبنا أنه هناك أيضا أن أهل بلبنان يحتاجوا مساعدتنا ودعمنا، ونقول للعالم أنه في الشعب الفلسطيني يحتاج، يريد ويطالب، بده حرية، بده استقلال، بده يرجع إلى وطنه. هذه رسالة الفيلم.